الشيء باش ندير الحصيله ديال الخياطات في الوصل. لا فالحمد لله احنا فرحانين اليوم لان جميع اخواننا احنا اللي عملوا الخط فبدون سته في كل شيء خرط. فالحمد لله هادشي كيبين بان الجمع العام ما غيدوش بحال السابقين, غيدو جمع العام في شويه ديال المعارضه وان شاء الله نتمنوا بان يكون المشاهدين هاد الاخوان اللي ولاو صعيب الصعب. شفنا الحوار ديك في جريدة الأخبار اليوم الغد. شنو غادي تقول اللي نسيتي ما قلتيه في هذاك البال؟ قلنا كل شيء, الخطط العادة قلناها, المستقبل كيفاش كنشوفوه قلناه, الفيزيون ديالنا شفناها. كنتمنى بأن هذا المشروع كان يستقبل الناس المتفقين عليه ونمشيو معنا فيه. فهو مشروع طموح ولكن مشروع طموح ولكن نقدروا نفعلوه, نقدروا نفعلوه. فكنتمنى يكون عندنا الفرصة ويكون عندنا إن شاء الله الناس اللي تيخو فينا ويصوتوا علينا باش نقدروا نقوموا بهذا المشروع نفذوا فعلا في الله. عدد المنخرطين ما عرفتش, انا اليوم كنتفاجئ العدد الاخوان اللي حضروا اليوم تقريبا خرطنا بين 30 بين 40. فكنظن الى كانت الشفافيه والنزاهه في الجمع العام وكانوا فعلا ما يكونش حتى شي تلاعب وما نضلش غادي يكون ومشى العاون ووقف على هادشي وحصلنا على جميع الاخوان. فكنظن بان الجمع غيدوز ان شاء الله في المستوى. ما باش غنعرفوا مع اغلبيه الناس كيسولوا على عدد المنخرطين باش غادي نعرفوا الناس العاوني غيمشي للبلاد ويعطيوه لي حد المنخرط. شكون متخوف؟ كل الاخوه اللي عددين المنخرطين معكم متخوفين من طريقه تاع اكرم وطريقه تاع التعامل مع اكرم في الوعود تاعو هادي. كيقول بزاف الاخوه بلي راه شوف كاين القانون فوق السي اكرم ديالنا. القانون تيقول لك الخياطات خصهم يتعبوا 31 جانفي وتيقول المنخرط خصو يدي 20 درهم مقدم في الحساب البنكي ديالو قبل 31. فالضروره هاد المتاخير هاد المتاخير كاين بان كل واحد المخالطه راه ادى غتكون باينه اللي جا الانزال الانزال. فالقانون واضح والطريقه ديال المراقبه واضحه. ما كان انا كنظن راه داكشي واضح. مرشحين ولا كان اكثر من جوج ولا ثلاثه؟ ما كنعرفش انا سمعت اليوم على الترشيح تاعك راه كان جوج كاين حتى واحد للرئاسه. انا اليوم لان انا راني مرشح ما اتسابق حتى شي واحد معناش انا الترشيح باش نديك كجواب على شي اكرام تيقول ما فيها حتى واحد. الوكره فيها رجال الوكره ديال الجميع في الناس اللي يقدروا يهزوا مشان. شكرا السي دريس.